ما في إطار العلاقات الجزائرية المغربية فيه يعني بعد منافسات كأس أفريقيا للأشبال لأقل من 17 سنة والدرس التاريخي اللي مدوه ذريات صغار الفيوات خرفوا وقلوبهم كحولة كلها حقد وحسد بعد الدرس نعطوه الدريات هذوك جات خلاصة القول على لسان المدرب المغربي تاع فريق الأشبال برزانة وحكمة في كلمتين قال كل شيء ويبين لك رحابة الصدر ويبين لك العقلية سمعت وما جاش يحوس تاع كتاب يشكر كل مليح كل شفاعة منا ونسمعوه طلب يعني ارتساع معه حول الاستقبال والتنظيم. طبعا التنظيم في شكل جيد جدا على مستوى المنشآت على مستوى تنظيم ولا اللوجيستيكي خارج أرضية الملعب. طبعا ما كاينش ميساج مختلف للشعب الجزائري اكثر من الخطابات اللي كانت عفوية في ندوات سابقة على انه الشعبين تجمعهم اشياء أعمق من كرة القدم وأعمق من أي تراهات أخرى وتتجسد في العفوية ديال الشارع المغربي في الشارع الجزائري التفاعل ديال المواطن الحر الجزائري مع أخوه المغربي. تعالى شيء أعمق من كرة القدم الهضارات ديال التحرات ورد فعل الشارع الجزائري مع الفريق المغربي خاصة قال الجزائري الحر الجزائري الأحرار لخص كلش. شوف السيد ما عندوش قال نية خبيثة لكن قادر يقول السيد كان شيئا ما كان متوسط لأنه أي واحد يقدر يسيب لك يسيب لك قال لك كل شيء جيد جدا السيدي عدوك عمره ما يقول لك جيد ما يهدرهاش عمره ما يهدر لكن فريمون بيان 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 ما يجبدهاش لكن لا هذا ما يتكلمش من موقع العدو يتكلم من موقع المغربي المغاربي اللي يشعر من الجزائر بلاده وانه التنظيم اللي تم تنظيم في بلاده وانه ولا شيء يعني يفرق ما بين الجزائر والمغرب ما بلد واحد كان كلام مفصل نعود نسمعه تلمو مليح نعود نسمعه يطلب يعني ارتسامات حول الاستقبال والتنظيم. طبعا التنظيم في شكل جيد جدا على مستوى المنشآت على مستوى تنظيم ولا اللوجيستيكي خارج أرضية الملعب. طبعا ما كاينش ميساج مختلف للشعب الجزائري اكثر من الخطابات اللي كانت عفويه في ندوات سابقه على انه الشعبين تجمعهم اشياء اعمق من كره القدم واعمق من اي تراهات اخرى وتتجسد في العفويه ديال الشارع المغربي في الشارع الجزائري التفاعل ديال المواطن الحر الجزائري مع اخوه المغربي. المواطن الجزائري الحر التفاعل المواطن الجزائري الحر مع اخيه المغربي قص قرمط واعمق من الترهات ومن كرة القدم ومن كل شيء العلاقات بين الجزائر والمغرب أعمق حبة من حب كره من كره سواء من عصابة المجرمة عصابة العلاية الحاكمة في الجزائر وأزلامها وهذا الشيء أو من الأنذال اللي عايشين تحت تأثير العصابة وهما حاملين الجنسية المغربية يعني المغاربة بالأوراق
لأنه الناس اللي ماشيين في فلك العصابة الجزائرية ما نقدرش نقول عليه مغربي قلبا وقالبا. يعني لما نسمع خطاب الملك يقول مدوا يدينا، ما نزيدوش نسبوا الجزائر، ما نسبوش المستقبل، ما نسبوش الجزائريين، نسمع ثاني مسؤولين ونواب برلمانيين منهم البرلمانية نبيلة منيب، يعني الناس بين نسب جماعة يضر لي سب في الجزائر وسب في الجزائريين، ولا هذا راه تقول هذا راهو يزيد يسر به للعصابة باش يخلي الجزائريين يقولوا تيان المغاربة يكرهونا. أنا أقول يا جزائريين هذوك ما همش مغاربة، هذوك مغاربة تايوان، هذوك مغاربة تايوان، لأنه المغربي معروف عليه أنه يقدر الملك ديالو ويقدر خاصة لما يقول كلام صواب، أمر بالمعروف هذا الملك، أمر بالمعروف، ما يقول لك ما تسبش المستقبل، ما تسبش الجزائر، ما تسبش الجزائريين، ويتوجه للعصابة الحرام يقول لهم هاي دي ممدودة، هاي أرواحوا ونشوف واش كاين بيناتنا. هذا واحد الحرام حيجي يسمع الواحد ولد فامينا ويقعد معاه ويحكي أبدا. ونقولوا الحمد لله أنه ما وسخلوش يدو، ما مدولوش يدهم الوسخة القذرة اللي يديهم الملطخة بدماء الجزائريين. على كل حال إن شاء الله هما يروحوا يزولوا ويجوا ناس يديهم نظاف ويمدوها للمغاربة، إن شاء الله هذا اللي تم. شوفوا درك قبل ما نعديو الموضوع تاع هذه محاولة إغراق الجزائر بالكوكايين، عارف المغرب قبل نشوفها، نشوفوا كيف الجزائر تودر في الكفاءات لأنه فيها ناس عديم الكفاءة ما يقبلوش كفاءات يكونوا في الجزائر. شوفوها بعد شكل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.